تعالى بقى نروح ايه لماتش النهارده. ماتش النهارده مهم جدا مع انبي ومواجهه غايه في الاهميه وصعبه جدا. احنا ماتش الاسماعيلي للاسف تعادلنا وما كانش فيه توفيق كتير جدا جدا جدا، فرص ضاعت، ما كانش بيحالفنا التوفيق في المباراه دي وده كان امر واضح. الدوري ما انتهاش، الزمالك طبعا متقدم بفرق نقطتين، فرصه اكبر حتى هذه اللحظه بخصوص الفوز ببطوله الدوري، لكن الكوره ما بتعترفش غير بالمباراه الاخيره او النتائج الاخيره او ايه اللي هيحصل في الاخر يعني. فاحنا في انتظار ان ممكن يكون الزمالك بيتعثر اي مباراه، سيبك من مباراه النهارده مش شرط قوي يعني، لكن ممكن في ماتش تاني يتعثر نادي الزمالك، وبالتالي انت مطالب بايه؟ مطالب انك تكسب اي ماتش انت هتلعبه. انت كده كده المفروض كنت تكسب في كذا ماتش، انت ضيعت نقط كتير جدا للاسف الشديد، وبتبقى ظروف مباراه ويعني بتحصل في كره القدم، وده ما يقللش اطلاقا اطلاقا من رصيد لاعبي النادي الاهلي عند جمهور ولا الجهاز الفني عند جمهور النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انت متبقي ليك 5 ماتشات هتعمل فيهم ايه؟ تكسب بس، مفيش حل تاني، هتكسب بس، وان شاء الله باذن الله يكون الدوري من نصيب النادي الاهلي في النهايه من خلال ان نادي الزمالك يتعثر في احدى المباريات يعني، سواء بالتعادل او بالهزيمه. فانت كده حتى لو الزمالك تعادل فالأفضلية ليك في المواجهات المباشرة. الفريق مركز جدا، اللعيبة كلها عايزين يردوا من خلال مباراة النهاردة بنتيجة تكون مميزة إن شاء الله، مع كامل احترام النادي إنبي فريق قوي جدا جدا وعامل موسم جيد مع كابتن حلمي طولان المدير الفني المميز. المباراة الساعة 9 بالليل، قبلها مباراة الإسماعيلي والزمالك الساعة 7، فهنترقب ونشوف، لكن في كل الأحوال في إثارة كبيرة جدا في الحقيقة في بطولة الدوري. قائمة النادي الأهلي لمباراة النهاردة في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في خط الدفاع ياسر إبراهيم، رامي ربيعة زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، ده خط الدفاع. أما بخصوص وسط الملعب فموجود في القائمة كل من حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، أكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، وكهربا، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وجونيور أجاي، وأحمد نبيل كوكا. أما في خط الهجوم متواجد والتر بوليا وصلاح محسن، وبيغيب محمد شريف، أبرز غيابات النادي الأهلي بسبب إصابة في العضلة الخلفية.